الأخ يسأل يقول فضيلة الشيخ ما الحكم في أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن هل يجب عليه أن يتوضأ أم لا إذا كان يريد أن يقرأ من غير مس المصحف؟ بالنسبة لقراءة القرآن لها حالتان، إما أن يقرأ القرآن مع مسه للمصحف، وفي هذه الحالة المذاهب الأربعة على عدم جواز ذلك، وأنه لا بد أن يتوضأ لأجل مس المصحف، يتوضأ من الحدث الأكبر الذي هو الجنابة والحدث الأصغر أيضا الذي هو خروج الريح أو البول أو ما شابه ذلك. وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، والله سبحانه وتعالى جل وعلا يقول لا يمسه إلا المطهرون، فالمذاهب الأربعة على أنه لا بد أن يتوضأ له.